لا قلبنا قال ابوي انت ليش هارب؟ ليش ما تداوم؟ مو بيت ابن فلان داوم؟ قال ابوي الجيش ما ينحمل، والله ما ينحمل. قال ابوي مو خدمت انا؟ مو هذا دفتر المستريح؟ قال له والله ما ينحمل الجيش، اطبق عليك الجيش وارجع. شهر كامل اذا تحملته ارجع. قال له طب جاب له صفار قال له باشر بالخمسة صبح تعداد صفر هيدا الكاميرا على باشر صفارة ها شنو وجهك صفر اجل قال حجي واقف لابس كامل وين بالساحة مال البيت المهم استعد استارح تنكب سلاح جنبك سلاح شنو عرضات النوبة قال استراحة تعداد العصر من شنو هاي ثالث يوم كذلك رابع يوم خامس يوم يدق الصفارة الحج ماكو يدق الصفارة قال لها شاي الحج وين قالت لي مهرب عند بيت عمك من البارك